السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامر ربكش من قناة سيارة الإحساء، وإحنا حاليا في كورولا موديل كم؟ 2024 ومركبين قطعة كارلين كيت اللايت الخفيفة الرام 3 وشغالة زي الحلاوة. طبعا هذا عبارة عن دعاية وفي نفس الوقت نصايح لكم حبايبي. إذا أخذتوا القطعة وتبون تشتغل القطعة بأسرع ما يمكن، شو تسوون حبايبي؟ تروحون أول شيء تأكدوا انكم تروحون هنا، دقيقة انا وقفنا، شفتوا الصاروخ هذا؟ هذا الصاروخ شغله، هذا يسرع لكم العملية، يفضي اي شيء ما له داعي طفي. ثانيا تروحون هنا ايضا اي برنامج يشتغل طفوه، والحمد لله الحين ما في الا اليوتيوب، ولا احنا في العادة نطفيهم كلهم، محو الكل او لا ما يحتاج محو الكل، طفهم كلهم وخلنا على اليوتيوب. حلو، وهذا شغال زي الحلاوة، أموره تمام وسريع والصوت متطابق مع الصورة. طبعا شيء ثاني، بس تأكد انكم طبعا تسوون في البداية اذا تبون الشيء يشتغل تمام تروحون هنا وتروحون تختارون الجودة من الان وتحملون من البداية عشان يتحمل الصوت والصورة متطابق 100% مع بعض. الله يعطيكم العافية، هذا بس فيديو توضيحي سريع ودعاية للكورولا 2024 وهي راكبة على القطعة، على أقل نوع من القطع، ومع ذلك شغالة زي الحلاوة وأمورها تمام وسعرها جيد وضمانها سن استبدال فوري في حالة العطل المصنعي مع التحديثات والدعم الفني. الله يعطيكم العافية. للطلب والاستفسار معاكم سامر البكشي، رقم جوالي 0506908466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم ألف عافية، وأنا في خدمتكم أي وقت. السلام عليكم. وافح حبايبي، لازم تحدثون كل البرامج عشان يشتغل القطعة، تشتغل القطعة بأفضل ما يمكن. هذه إضافة سريعة للفيديو اللي قبل شوي. لازم نحدث كل حاجة، شفتوا هذا كلها برامج مو محدثة وصاحب القطعة ما يدري عنها. شلون تروح؟ تروح هنا، تدخل على المتجر، حسابك اوريدي داخل، وتروح على، هنوريكم خطوة خطوة من البداية. تدخل هذا المتجر، تدخل على الصورة حقتك وتروح على حاجة اسمها إدارة التطبيقات والأجهزة، وبعدها تروح تضغط على التحديثات. أوريدي قاعد تحدث، ضغطنا راح تلاحظ هنا أن التحديثات هذه كلها بتسوي، مجرد ما تصير هالتحديثات بتشتغل كل البرامج بأعلى جودة وبآخر تحديث ومن غير مشاكل ومن غير تقطيع ومن غير فصلة. الله يعطيكم العافية، معاكم سامر البخشي، رقم جوالي 0506908466. لا تنسون اشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.